وفي اتصال هاتفي خلال نشرة سابقة، أكد سعادة السيد عيسى الدوسري عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس أن جهود اللجنة تركز على المواضيع الحساسة والحيوية إقليميا ودوليا. لا يخفى على أحد دور وجهود لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، خاصة في الموضوعات الحيوية والحساسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الخارجية للمملكة، إضافة إلى دراسة القوانين المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة المحالة للجنة والتي تم دراستها على طاولة أعمال اللجنة. أذكر منها على سبيل المثال مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها الاقتراحات بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آليا وذاتيا درونز، ويهدف إلى تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا واللاسلكيا وذاتيا، الاقتراح بقانون بصفته المعدلة بتعديل المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ويهدف إلى السماح للمحكوم عليهم بدفع المبالغ المستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة عن 5 سنوات بدل عن سنتين.